هل تقصد التعزية والذهاب للتعزية في البيوت غير جائز وما الضابط في ذلك؟ هل ايش تقصد التعزية؟ تقصد التعزية. نعم. والذهاب لتأدية التعزية في البيوت غير جائز وما الضابط في ذلك؟ تعزية مستحبة إذا لقيت المصاب بموت قريبه أن تقول له أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، إذا كان الميت مسلما تقول غفر الله لميتك، ولا حاجة إلى اجتماع ولا حاجة إلى سفر، عندك الجوال عندك التلفون تكلمه وكأنك حاضر عنده كأنك في حضرته.